بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم اتحدث اليكم اليوم في الذكرى الثانيه والسبعين لثوره يوليو المجيده اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الاصيل ذكريات ايام خالده غيرت تاريخ مصر والمنطقه فانهت الاستعمار الطويل وارخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها. والهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني. وشهد التاريخ لثوره يوليو بدور وطني وتحرري. امتد ليؤسس المكانه الرفيعه لمصر المستقله. وهذا اسمها بذره عاليه عربيا وافريقيا ودوليا ولعل من عادات وتقاليد الشعوب العريقه وعلى راسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بانجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن